السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال الفرق ما بين الارانب البلدية والرومية والكروازية. يعني كاين واحد النوع سميتو الارانب الكروازية. يعني الارانب البلدية باينة من الحجم ديالها، يعني وما عندهمش يعني سلالات، يعني عايشين في 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 الخلاء، عايشين في الجبل، جابوهم الناس وعرباوهم صافي وسموهم ارانب بلديه. هما الخاصيه ديالهم انهم ما كيكبروش بزاف، ما كيعطيوش يعني اللحم بزاف، ولكن الجوده ديالهم يعني كما نقولوا مثلا الدجاج الرومي مع الدجاج البلدي، يعني هما صحيين اكثر. علاش؟ لان ما كياكلوهمش الناس، يعني ما كياكلوهمش السكاريين، وما كيعطيوهمش الدواء. الاغلبيه غير مخليينهم شي حفره كياكلوا من يعني الذرة، ياكلوا الزرع، كياكلوا اي حاجه كتعطيها لهم. يعني وكاينه تقديه ان هاد البلدي باش كيمتازوا، يعني واخا ما دير لهمش الدواء كيصبروا. يعني بالنسبه للرومي لا، الرومي خصكم لابد ما دير له يعني الادويه ويكون عايش في ليكاج بحال هكا، بحال هاد الكيجان اللي عندي انتم كتشوفوا، راه عندي الليكاج انتم. بالنسبه للتساؤلات اللي بزاف طرحت لي عليا في لي كومونتير، وهو اسمه هو الدجاج يعني عفوا الارنب الكروازي. الارنب الكروازي شحال من واحد في السوق كيتخدع فيه كيصحابو رومي، وهو ماشي رومي لان كيشبه الرومي ولكن ماشي رومي. حتى هو ما كيكبرش دغيا، ما كيعطيش الوزن، يعني هو احسن من يعني حنا الا مشينا بالدرجات نقولوا البلدي تابعوا الكروازي، يعني على حسب الحجم تابعوا الرومي. الرومي هذا كيعطي الوزن دغيا، يعني غير كتولد الانثى الشهر الاول في الفيطام صافي كتحس بلي عندك ارنب ممكن انك تستافد منه. اما الا خليتيه شهرين ولا ثلاث شهور راه كيولي تبارك الله قداش. اما بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا على اسمه هو الكروازي، الكروازي هو خليط ما بين البلدي والرومي. يعني منين يعني تزوج يعني البلدي مع الرومي، منين كيتزوج البلدي مع الرومي اسمه كيعطينا كروازي. الكروازي هو خليط ما بين الرومي والبلدي، ولكن الديفو ديالو انه حتى هو ما كيكبرش بزاف، ماشي بحاله بحال الرومي، لا هو فايت شي شويه البلدي. يعني ممكن ان في 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 يعني في شهر واحد يعني بعد الفيطام مثلا نقولوا الرومي شحال غادي يقدر يكون فيه الا كان الامور غاديه طبيعيه، ممكن انكم تلقاو 700 750 غرام. يعني شهر واحد مزيان، الا لقيتوا 750 غرام راه مزيان، يعني غادي غير يزيد شويه، غادي شهر ولا شهرين عفوا شهرين ولا ثلاث شهور غادي يولي صافي بيع مع راسك بوجهك احمر. اما بالنسبه للبلدي حنا نمشيو بالترتيب، انا بالنسبه للكروازي اللي هو مختلط، وهو انه غادي تلقاو الوزن ديالو من بعد الفيطام، يعني من بعد شهر يعني 30 يوم ولا 35 يوم غادي تلقاو فيه فعوض 750 غرام غادي تلقاو فيه مثلا 500 غرام. يعني ديك 250 غرام راه كتفرق، لان ماشي تشوفوا في الحبه، يعني كتشوفوا في القطيع كامل. يعني الناس اللي عندهم تربيه الارانب راهم عارفين علاش كنهضر على الكميه. اما بالنسبه البلدي هذاك راه بعد الفيطام ممكن انكم تلقاو فيه 400 غرام او 350 غرام، يعني كيكون باقي عاد صغيور، ما صالح للبيع، ما صالح للذبيحه، ما صالح لوالو كاع. علاش الناس كيمشيو يديروا الرومي؟ لانه كيكبر دغيا، هذا هو الفرق بيناتهم. انا غير الحلقه بغيت يعني نحذر الناس ما بين الكروازي والرومي، لان كاين الناس اللي كيبيعوا يعني الارانب الكروازيه على انهم روميه، يعني كيخليوه يكبر واحد شويه كيقول لك هذا راه رومي، او كيبغيو عاوتاني كيخدعوك يقول لك بلي راه بلدي. لأنه هو شارك بيناتهم، يعني ماشي السلالات اللي معروفه ديال الشانشيلا، بابيون، الكاليفورني، النيوزيلندي، يعني الحوايج اللي متعارف عليها. يعني كاع المربين راه عندهم تجربه في هذا الشيء، راهم عارفين اسمه هو البابيون، عارفين اسمه هو الشانشيلا، وعارفين الكاليفورني والنيوزيلندي. المهم هادو هاد النوع من الأرانب راهم كروازيين، راهم تقريبا ما بين البلدي
والرومي يعني ما تخدعوش فيهم ني تشوفوا شي شكل غريب عليكم عرفوه باللي راه هذاك راه ماشي هو كيكون كبير شويه في الحجم يعني كبر من البلدي ولكن منين كتشوفوه كتقولوا باللي هذا راه ماشي رومي كتسول البائع كيقول لك لا هذا راه رومي هو لا راه ممكن انه يكون الاب ديالو رومي او الام ديالو روميه ولكن مزوج يعني تزاوج حدث مع بلدي او بلديه يعني اما انثى او ذكر يعني ممكن انكم تخلطوا ويخرج لكم كروازي هذا الكروازي راه حتى هو داير بحاله بحال الشكل ديال 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 الرومي حتى هو ما كيحتاجش التربيه ديال الارضيه لا حتى هو كيبغي ليكاج لان البلدي في الحقيقه هو اللي بوحده ممكن انه يتربى في يعني في يترب يعني البلدي ما يترباش في ليكاج كاين اللي كيديروا في ليكاج ولكن هو كيحب كي كي يعني انه يكون على الارض والدواء واخا ما ديرولوش دواء يعني الامراض ديالو ماشي بحال الرومي او الكروازي لا البلدي راك تم يعني واخا تعطيه يعني الخضره ولا تعطيه شي حاجه يعني غير الحوايج اللي كتشيط عليكم راه كيصبر اما الرومي والكروازي هادو لا هادو خصهم عنايه وخصهم ماكله مزيان لان الحجم ديالهم كيكبر دغيا يعني خصهم ياكلوا ملي كيوليو ياكلوا بزاف كيولي المربي يعني عنده مشروع يعني هذا كيقولوا لي مشروع يعني كنصرف ولكن كيكبروا دغيا يعني غادي ينفعوني من بعد اما بالنسبه لهذا الكروازي انا الحلقه خاصه بالكروازي بغيت نديرها على الكروازي هذا الكروازي من الاحسن ما ديروش لان هو كياكل حتى هو بزاف يعني كيحتاج حتى هو الاقفاص يعني غتشريو له الاقفاص ولكن في نفس الوقت سمو انه ما كيكبرش بزاف ما كيعطيش الوزن بزاف يعني ما ماشي مربح بحال الرومي 100% هذاك الا مشى حتى تصادفتوا مع شي خلفه زينه ويعني الام مزيانه كتهتم بالصغار ديالها وعطيني الذكر حتى هو فحل وعندكم كتنقي والمسائل مريقله راه هذاك كيكون مشروع ناجح 100% لان دغيا الصغار كيكبروا كتوليو كتبيعوا وكتعاودوا تبيعوا اما البلدي يعني الا تبقى تسنى واحد 6 شهور بحال يلاه تبيعوا ب 70 درهم ولا فيه 2 كيلو مثلا 6 شهور فيه 2 كيلو راه ما راه اغلبيه ديال الناس هنايا كيبيعوا البلدي ب 70 درهم 50 درهم هذا هو الجهد ديالو لانه هو اصلا ما كيكبرش ما كيعطيش الوزن واخا تخليه عندك بزاف ما غاديش يعطي الوزن خلافا على البلدي على عفوا الرومي الا مشيتي تخليتي عندك قداش ما انت تخليه عندك هو كيتزاد في الحجم وكيتزاد في الوزن ممكن انك تبقى تبغي تسمنه تعطيه مزيان الماكله يولي عاطيك الميزان ما البلدي عطيه الماكله بزاف كيبقى يعني ما كيتزادش في الطول يعني عنده واحد الحجم يعني بسيط يعني نقولوا بحال دابا هذا عنده 3 شهور ممكن ان هذا دابا رومي شانشيل ممكن ان يعني الا كان في البلدي هذا تكون عنده مثلا 6 شهور يعني راه الدوبل ديال المده وهذيك الدوبل ديال المده راه يعني المربي راه كيولي عيان بالتربيه يعني يوميا ما كاينش مدخول ماشي بحال الا 3 شهور صافي كتبيع الا تسنيتي 3 شهور اخرى راه يعني مده مهمه 3 شهور راه بزاف فيها المصاريف ديال الاكل فيها يعني المراقبه فيها بزاف ديال الحوايج اذا الحلقه ديالنا راه سالات الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا حلقه مهمه بزاف ديال الارنب الكروازي يعني المختلط ما بين الرومي والبلدي اذا اللي مازال ما شاركش معنا يشارك معنا كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم كنحس براسي يعني كسبت واحد العائله من هذه القناه هذه الحمد لله والشكر لله الناس ولاو يعرفونا القناه غادي لقدام كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم
وانا راه الاشاره على جميع الاستفسارات ديالكم. لاحظوا انني كنجاوب بشكل يومي، وحتى الفيديوهات راني كندير لكم بشكل يومي. يعني هذا اللي قدرت عليه راني كنديروا المجهود اللي قدرت عليه راني كنديروا، كنحاول نوصل المعلومات للناس، يعني البسطاء الحمد لله كلنا بسطاء. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، نزيدوا القدام ان شاء الله، وتكيو على زر الجرس باش يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.